حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب بن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاه فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الانصار يقال له ابو برده بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعه خير من مسنه فقال اجعله مكانه ولن توفي او تجزي عن احد بعدك